مفيش اختراع للعجله، ولو في اختراع ما عندناش مانع، بس يبقى اختراع قابل للتطبيق. يعني جماعه الحزب الشيوعي الصيني، الحزب الشيوعي الصيني عمل ايه في الاخر خالص؟ حول بلاده، اقتصاد بلاده لتاني اكبر اقتصاد على مستوى العالم، وخلق حاجه اسمها السوق الاجتماعي، اختراع، والدولة شريكة بالنسب الكبرى داخل مشروعات استثمارية. يعني حد يجيب لي شركة عربيات صينية واحدة الدولة ما هيش شريك فيها، ده على سبيل المثال للحصر. لعل ده يكون، وصححوني، مدخل لحلول اقتصادية. يعني إذا كان مجتمع رأس المال المصري مستاء، وأنا مش عارف هو مستاء ليه برضه، بس يعني افترضنا، طيب الرئيس في الشرقية لما المهندس وائل مصنع حاوة بتاع المحركات، فبيقول احنا بنفكر كمان نعمل مصنع لبطاريات الكهرباء، فالرئيس قال له واحنا هنساعدك. قد يكون، انا ما اعرفش مخيط الرئيس ايه، ده شكل اشكال الشراكه، وقد يكون مساعده الدوله لتذليل العقبات، ايا كانت. سؤالي هنا لاحمد وعلاء مع حفظ الالقاب البرلمانيه، حقيقي المحور الاقتصادي، ويمكن حتى النقط اللي اتكلم فيها استاذ مصطفى شديدة الصعوبة وشديدة الأهمية، ومصر أو بالأدق المواطن المصري أصبح يتحدث في الاقتصاد زي ما بيغمس فول الصبح. السؤال، إحنا عايزين من وجهة نظر بقى سيادة النائب أحمد فتحي، إحنا عايزين نوصل لأنهي نقطة؟ هل أنا عاوز أوصل لنقطة قريبة من الشكل الصيني؟ عايز أوصل لنقطة أقرب لدول الاتحاد الأوروبي، وهي مدرسة مختلفة تماما في رأيي، إنها فيها ميل اشتراكي ما، بس لأن ده الميل الاجتماعي يعني لو صح التعبير، ولا عاوز أوصل لنقطة بتاعة زي الولايات المتحدة الأمريكية، نيو ليبرال بقى، شكل بقى نيو ليبرال، رأس مالية متوحشة، وأنا ما عنديش حد، يا ما فيش يما ارحميني، هو شغل وفلوس، واللي ما فيش يبقى باي باي وروح وقعد في البيت. أكتر حاجة كنا سعداء بيها جدا لما كنا بنتكلم مع أكتر من فئة، هتكلم على فئة مهمة جدا، هو رؤساء مجلس إدارة الشركات، سواء بنوك أو شركات اتصالات، وكنت بسألهم انتوا ازاي في ظل الظروف اللي احنا فيها دي وبتحققوا بروفيت وبتحققوا أرباح محترمة وبتدوا أرباح للسادة العاملين في البنوك أو في شركات الاتصالات، لو ما جبناش وما استعناش في اللجنة الاقتصادية بالذات في المحور الاقتصادي بالناس دي، احنا مش هنتقدم خطوة لقدام. بمعنى أدق إن إحنا دلوقتي أفكار محترمة بتخرج من رجال أعمال عملوا فعلا، قوموا مصانع وقوموا شركات. الناس دي لما قلنا طب أنتوا حابين ندعوكم للحوار الوطني وتقولوا لنا إزاي نقدر نعدي بالمرحلة دي، قالك طبعا إحنا مستعدين جدا يعني. فلما اقترحنا على زمايلنا في اللجان المختلفة في المحور الاقتصادي، قالنا طبعا إحنا مستعدين إن إحنا نستضيف أي حد داخل الحوار الوطني، بس المهم الكلمة اللي أنت قلتها يوسف تبقى أفكار قابلة للتنفيذ. أنا عايز أقول لك دول رؤساء مجلس إدارة كبرى الشركات في مصر، أنا عايز أقول لك شبابنا الدارسين في الخارج لما ابتدى يتكلم معانا على إزاي يقدر يوفر عملة للبلد دي، دول شباب من جامعات مختلفة بره مصر، أفكار محترمة جدا، أفكار مذهلة رائعة، وهنجيبهم عشان يقولوا لنا يا جماعة ده يتطبق إزاي، هاتوا التنفيذيين، هاتوا التشريعيين، قولوا لهم اسمعوا كلام الشباب اللي بيدرس في الخارج أفكاره عاملة إزاي وتطلعاته للمستقبل عاملة إزاي. فوجهة نظري ان فكرة الحوار الوطني اللي هو مش قائم على السياسيين فقط، مش قائم على مجتمع مدني فقط، هو قائم على المجتمع المصري ككل. فأي حد، واحنا بنستأذن السادة المواطنين اللي بيسمعونا لحد النهاردة واحنا بنتكلم معاك يا يوسف، قدموا على الصفحة الرسمية للحوار الوطني أفكار، قدموا اللي انتوا تيجوا وتناقشوا معانا سواء في المحور السياسي او الاقتصادي او المجتمعي، عشان نقدر نقول ان احنا نعدي ونوصل لبر الامان، عمرنا ما هنقدر نوصل الا بافكاركم. وهتاخد الافكار دي بمنتهى الجديه بالمناسبه، يعني ما تفتكرش ان المساله ورده في عروه الجاكيت على الاطلاق. مشهد النهارده لو اي مواطن اتفرج عليه من اوله لاخره يعرف ان الموضوع متاخد جد الى ابعد الحدود. اخيرا علاء، شوف انا عاوز ارد على الحاجه المهمه قوي اللي انت قلتها اللي خاصه برجال اعمال في مصر. احنا مختلفين عن اوروبا، اوروبا رجال اعمال او البرجوازيه تحالفت في القرون ال17 وال18 مع الفلاسفه. ليه؟ لان كان الاقطاع بيمنع حريه التجاره، هكذا دوله الكنيسه، فرجال اعمال لقوا مصالحهم مع الجماعه الفلاسفه في الحريات والانتقال وبتاع، فشاركوا في الثوره يعني، فده مع الاله البخاريه، عاوزين بينتجوا عاوزين يوزعوا منتجاتهم، فكان في مجتمع شعب حقيقي بنى مجتمع رأسمالي إنتاجي. إحنا في المناطق الشرقية وفي دول العالم الثالث وفي روسيا
اللي هي فيها عمليه مركزيه قديمه، ما عدناش على المراحل ديت. صح، كنا اكثر مجتمع قربا للزراعه، وبالمناسبه احنا عندنا زياده سكانيه بسبب المساحات الزراعيه، حتى الصين والهند برضو زياده سكانيه مرتبطه عندهم بنفس القصه. فاذا رجال اعمال في مصر من اول ما تحالفوا مع حزب الوفد وقيادات الوفد عشان خاطر كانوا متضايقين ان الانجليز هم اللي بياخدوا المكاسب، فعاوزين لحد لما الجماعه الاقتصاديين في السبعينات اللي هم كانوا بيعتمدوا على تجاره العمله وفتح السداح مداح وبتاع الثقافه الاستهلاكيه، دول نموذج لسه متبقي منهم ناس كتير. لكن الدوله بقى النهارده بتعمل ايه؟ ده اللي لازم ننتبه له. احنا في مرحله الانتقال من المجتمع القائم على الاقتصاد الخدمي، وانا مش ضده، مفيش مشكله عندي بشركه سياحه، بس المجتمع انتاجي. احنا مضطرين ليه اصلا؟ حتى لو مفيش حد عاوز ده من الحكومه، احنا مضطرين ليه؟ انت عندك مصيبه، انت النهارده من سنه كانت البضاعه بتاعتك مش عارفه تخش. ليه؟ لان بنستورد اكتر ما بنصدر. انا بقول للحكومه بقى، وده رايي من خلال حوار الوطني، وده حوار يا جماعه، ما توصلناش المرحله دي تاني. ازاي؟ ان احنا نعرف ايه الاولويات في الاستيراد، ونمنع المنتجات الترفيهيه وغير المهمه منعا باتا من الاستيراد. وهتقول لي اصله القانون التجاري، لا، او اصله المنظمه التجاره العالميه، لا، منظمه التجاره العالميه في ظل في ماده في لائحتها ان انت من حقك تمنع بعض المنتجات اللي بتستوردها في حاله الازمات والظروف الاقتصاديه، ومفيش ازمات اصعب من دي، ومن حقك تحط رسوم اغراض، ومن حقك رسوم اغراض 5000 حل. ده رقم واحد. رقم اتنين، زياده نسبه المكون المحلي في الصناعه يا جماعه مش مرتبطه بالمواد في الارض. يقول لك مصر ما فيهاش موارد. نعم، مصر مش دوله غنيه بالموارد، بس على فكره اوروبا اللي عملت الاله الصناعيه دي او الاله البخاريه دي كانت دوله شاحنه الموارد. استنى، هو اليابان فيها مثلاً موارد طبيعيه؟ مثلا اليابان من افقر الدول ارض في الموارد الطبيعيه، واغنى الدول في الانتاج وفي التكنولوجيا، اغنى الدول. فهو ده بقى اللي يجننك، يعني ده اللي يخليك تحس ان انت لما تيجي تتكلم مع الحكومه في هذه المسائل او مع خبراء الاقتصاد بتتكلم معاهم، هم فادي وانت فادي. صحيح في مصر في الحكومه كوادر قوي، وصحيح في مصر في خبراء اقتصاد على مصر. على فكره ما بتكلمش بشكل ايديولوجي، احنا في حزب التجمع مثلا يقول لك حزب اشتراكي، احنا مؤمنين بالراسماليه الانتاجيه، احنا عاوزين يبقى في مجتمع راسمالي اصلا، هو كارل عشان نروح بعد كده الاشتراكيه، عشان بالظبط احنا ما عندناش مشكله. القصه في خمس نقاط اللي في استاذ يوسف، خمس نقاط عشان اختم عشان ما اطولش. حاضر. مجتمع انتاجي، مجتمع عماده التنوير والحداثه والعداله الاجتماعيه والعداله الثقافيه، لان مجتمع انتاجي هو بالضروره هيقودنا للمجتمع. الصناعة هي اللي هتقودنا لتحديد النسل، الصناعة هي اللي هتقودنا لزيادة الوعي، الصناعة هي اللي هتقودنا لتطوير التعليم، لأنك هتبقى محتاج ناس تعلمهم عشان يشتغلوا في المصانع، هتبقى محتاج ناس تعلمهم عشان تجولك تكنولوجيا. ثلاثة، البحث العلمي. أربعة، زيادة نفقات التعليم في الدستور والعمل على تنمية التعليم. النقطة الخامسة أخيرا، النقطة الخامسة. خلاص أنا هعقب. الديمقراطية والسياسة لن تتحقق إلا من خلال ثلاث محاور: اقتصادي، اجتماعي، سياسي. شكرا. انا قبل ما اختم يا استاذ يوسف برضه عايز اشير لنقاط مهمه لازم ان احنا نبحثها في الحوار الوطني، هي عمليه الاصلاح الضريبي، مش من خلال فرض ضرائب جديده، ولكن من خلال التقليل من نسب التهرب الضريبي، التحول للميكنه الكامنه والرقمنه الكامنه في التحصيل الضريبي. القطاع الغير رسمي لازم نعالج الوضع الخاص بالقطاع الغير رسمي عشان نرفع من حصيلة الضرائب، وليست فرض رسوم ضريبية جديدة. الحاجة الثانية هي تحسين إدارة أصول المملكة للدولة. الهيئات الاقتصادية بتملك أصول كثيرة جدا بعدد كبير من التريليونات، لازم أن احنا نحسن أداء وإدارة الأصول المملكة للدولة دي عشان نحقق منها العائد الكافي. موقع مصر الجغرافي موقع يعني فريد، فلازم نحول مصر إلى معبر دولي ومركز لوجستي، لازم نعمل مراكز صيانة، تمويل سفن، لازم نستفيد من الموقع الجغرافي المصري، وده حصل. والنهاردة عندنا هيئة التنمية الاقتصادية الخاصة بقناة السويس برضه بتقوم بدور مهم. فمجموعة العناصر دي كلها لازم تناقش في الحوار الوطني. لازم، وأنا بركز تركيز أخير، لازم نهتم بالقطاع الخاص، لازم نهتم أكتر بتوطين الصناعة. أنا مع الزملاء ويعني اتجهنا والتوجهات الرئيسية لتوطين صناعة السيارات، توطين صناعة المحمولة، العدد من الصناعات، لكن لازم نتوسع بشكل كبير. لازم نستفيد من المبادرات وما أنفق
على البنية التحتية لازم يتم الاستفادة منه المرحلة القادمة ان احنا نستفيد به في التصنيع والتصنيع الزراعي، نحقق اكتفاء ذاتي، نجلب عملة، نخفض عجز الموازنة، نقلل من الديون. كل العناصر دي وكل العوامل دي لازم تكون محل مناقشة في وجود رجال الأعمال والقطاع الخاص والمواطنين والمراكز البحثية والجامعات وكل القوى السياسية بمختلف أفكارها، سواء كانت يمين أو يسار أو وسط. أنا عايز أشكركم جدا على وجودكم معايا. مشكورك. وكل واحد أنا طبعا عايز أقترح يعني وأنا والله أنا بفكر في إنه طب دلوقتي إذا إحنا عندنا شركات وعاوزين نطرح فيها نسب، ده ختام بالمناسبة يعني مش هنطرح ده هنتكلم فيها واحنا خارجين بره، وعاوزين نطرح فيها بعض النسب للاستثمار من خلال مستثمر استراتيجي محلي كان أو غير أو يعني مطني أو غير مصري. طب هو أنا ليه ما أعملش صندوق استثمار بالعملة الصعبة؟ ده واحد. وبالتالي أنا أقدر بالمناسبة أعالج أي مشكلة متعلقة بتحولات المصريين بالخارج أو المهاجرين اللي ما بيحولش هنا عندي أصلا من الأساس، لأنه طب ما تيجي تستثمر عندي في الصندوق الاستثمار اللي هتاخد عائداته بالدولار مش هتاخدها بالجنيه، هذا الصندوق هو اللي هيشتري الشركات اللي أنا عارضها في الـ 32 طرح بتاعي أو بعض من البنوك إلى آخره، فأصبحت هذه الشركات بتاعت مين؟ بتاعتي. مطروحه قدام مين؟ طب أنا قدام صندوق هو اللي اشتراها. هبشرك بخبر. مين مساهم فيه؟ مصريين هم افراد وهيئات ومؤسسات. هبشرك بخبر يا يوسف ان في صندوق بينشأ حاليا اسمه صندوق ما قبل الطروحات، ان انت تحط فلوسك في الصندوق ده استثمار بالعمله الاجنبيه. العمله الاجنبيه مش محلي؟ لا بالعمله الاجنبيه، والعائد عليه برضه بالعمله الاجنبيه بالظبط. وهو انت انا هدفع مبلغ في الصندوق ده، والصندوق ده لما اجي اطرح شركه هو الصندوق ده يشتري لي بأيا كان رأس مالي في الشركة دي. بس وزارة التخطيط وصندوق مصر السياحي بينشئ صندوق اسمه صندوق ما قبل الطروحات. الصندوق ده لو طلع للنور، لو ملمش في 4-5 أشهر 2-3-4 مليار دولار يبدأ يستثمرهم في الشركات وأيا كان الفلوس اللي انت هتدفعها في الصندوق. حقيقي مش هزار، الشركات دي بالمناسبة كلها بتقدم الأفكار تربح. ديت في الحوار الوطني يتم مناقشتها. أنا بقدم على الهواء. يلا لا ده احنا جامدين جدا هنا وهنا. أنا عايز أشكركم جدا أستاذ مصطفى، علاء، أحمد، نورتوني وشرفتوني وخلتوني أستكمل هذا اليوم الرائع بشكل أكثر روعة حقيقي يعني.